قصتنا اليوم عن بطلنا الأولمبي الشيخ أحمد محمد بن حشرة المكتوم، صاحب أول ميدالية ذهبية للإمارات في مشوار الأولمبياد. هذا الإنجاز أكيد ما يأتي من فراغ، فخلونا نتعرف على قصة النجاح من المدرسة لمنصة التتويج، كيف كانت مع هذه الشخصية العصامية. بدأ بطلنا مشواره التعليمي في مدرسة آل مكتوم بجميرة، ورغم وجود كرة القدم وغيرها من الرياضات في المدرسة، اكتشف نفسه في لعبة ثانية يوم فاز في ميدالية الوثب الطويل في الصف السادس. في سنة 1984 مارس رياضة الاسكواش بعد نصيحة واحد من المدربين، وفي أقل من سنتين فاز بلقب البطولة على مستوى الدولة. ولكن في سنة 97 اتخذ قرار كان بمثابة منعطف مهم في حياته بالانتقال للرماية، وكانت بالفعل خطوة ناجحة لأنه ثابر وسافر وتعب وتوج مجهوده في الأخير بالحصول على ألقاب خليجية وعربية وعالمية ما شاء الله في الرماية. وتخيل في 7 سنوات أو أقل حقق الإنجاز التاريخي المشرف للدولة ولكل العرب بعد تتويجه بذهبية الأولمبياد، أول ميدالية ذهبية للإمارات في بطولة الدبل تراب اللي هي الحفرة المزدوجة في أثينا عام 2004. هذه قصة من قصص أبطالنا تبين لنا أن الأحلام والطموحات ما تعرف المستحيل دام الإرادة موجودة، وإن شاء الله نتمنى نشوف إنجازات جديدة لرياضة الإمارات في أولمبياد طوكيو هذه السنة إن شاء الله.